أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. شهدت مصر خلال اليومين الماضيين للأسف حادثين إرهابيين يعني كانوا بالأساس بيستهدفوا زعزعة الاستقرار والأمن والأمان في ربوع هذا الوطن. الحادث الأول كان يوم الجمعة، استهدف مسجد السلام في منطقة الهرم وأسفر عن سقوط عدد من رجال الشرطة وأيضا إصابة عدد منهم، بالإضافة إلى حادث آخر وقع يوم الأحد بالأمس أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكذلك يعني قداس الأحد بالنسبة للإخوة الأقباط. هذا الحادث الذي استهدف الكنيسة البطرسية التي تقع بجوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأسفر أيضا عن سقوط تقريبا 23 من الضحايا وإصابة العشرات. هذه الحوادث الإرهابية بالرغم من يعني الألم الذي يعتصر كل أبناء الشعب المصري على حد سواء، إلا أنها تزيد من اللحمة والتواصل وأيضا التماسك ما بين أبناء الشعب المصري ككل لمواجهة هذه الموجة الجديدة من الإرهاب الأسود التي تطل مرة أخرى على الشعب وعلى المجتمع المصري. كيف يمكن لهذه الوحدة وهذا التلاحم أن يشكل صمام أمان للشعب المصري لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والتأكيد على أهمية التنمية واستمرار واستكمال مسيرة التنمية في المجتمع في ظل هذه الوحدة؟ هو محور حديثنا وحوارنا اليوم، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الحميد. في أكثر من مشهد حقيقي استوقفنا برغم من صعوبة والألم والمأساوية من هذه الأحداث الإرهابية والمشاهد مشاهد سقوط الضحايا والشهداء، ولكن كان في أكثر من جانب ممكن نعتبره إيجابي بعض الشيء. التأكيد على الوحدة ما بين المسلمين والأقباط، خروج الشعب المصري بكل طوائفه سواء للتبرع بالدم بعد ما أعلن عن حاجة المستشفيات للدم أو لتأكيد التنديد بالإرهاب ووقوفنا صف واحد، أبرز ما استوقف حضرتك من هذه الجوانب اللي ربما تكون يعني خفية في هذه الحوادث؟ هو أولا خلينا يعني بكل الأسى والحزن ننعي ضحايانا. نعم. وبالفعل ما فيش بيت في مصر إلا وكان يعني هذه الحوادث الجسام وهذا العمل الخسيس محور حديثه ومحور ألمه في اليومين اللي فاتوا دي. صحيح. وإن كان يعني فقدت كل الكلمات وكل العبارات معانيها من تكرار ما يحدث ومن كثرة الأعمال الدنيئة التي تستهدف أرواح بريئة، يعني كل ما تفعله إما أنها تقف لتحمي الشعب والوطن أو أنها في طريقها أو في صلواتها يعني في طريقها لمسجد أو في طريقها لكنيسة أو أنها تقيم بالفعل هذه الصلاة. ليس هناك أي مبرر أيا كان، ورغم ما قيل من مبررات كثيرة إلا أنه يعني من وجهة نظري أنه لا مبرر على الإطلاق لأي عمل من هذه الأعمال. صحيح طبعا. خلينا نقول برضو توصلا كوكيلا يعني هذا عن شخصي، أما عن النقابة العامة للمهن الاجتماعية فقد أعلن بيانا لا نشجب ولكن ننعي بكل الأسى والحزن هؤلاء المصريين بكل طوائفهم. وتساءلنا كثيرا عن يعني الخطوات الاحترازية التي يجب أن تتم والصحوة. عمليا احنا معرفش ليه ما احناش مصدقين ان احنا في معركة وجود حقيقي. ده حقيقي. يعني
كلما حدثت حادثة وكلما فجعتنا ملمة من هذه الملمات الصعبة التي يعني صعب الكلام عنها، حقيقي ممكن يكون هناك صحوة من المجتمع وهناك نوبة من الغليان والاحتراز، لكن هذا ليس كافيا. يجب أن نكون أكثر يعني نوبة يعني صحيان كبيرة ومتعمقة، لأنه إحنا بالفعل نحارب بالتأكيد. طب إزاي يتم ترجمة أو تحويل هذه النوبة من الغضب لشيء يعني أكثر إيجابية وفعالية في المجتمع؟ هو لابد أن يعي المواطن قبل المسؤول أن إحنا رقم واحد في حالة حرب وستستمر هذه الحالة. صحيح. ومن يراهن على أنه بمرور الوقت ستهدأ الأحوال، أنا لا أتصور هذا، لأنه بمرور الوقت يجن جنون القوى المناهضة لاستقرار المجتمع وبناء الوطن. احنا قدامنا يعني عداء طبيعي بين أصبح بين قوى اجتماعية داخلية لا ترغب في استكمال خطوات البناء أو الإعمار لحسابات داخلية، لأنها تظن وتحسب أن هذه السلطة لها وأن أنها تحارب بشتى الطرق لأن تصل إلى ما كانت فيه. ولكن لا ننسى أنه القرار الاستقلال القرار المصري مكلف طبعا، ومكلف لأنه لدينا حسابات إقليمية وحسابات دولية، وفي كل الحالات هناك دول كثيرة لا ترغب ولا تأمل أن تمارس مصر دورها الطبيعي والعادي في قيادة الأمة العربية لحالة من حالات رفض التبعية المطلقة للدول الغربية أو لقرار في غير صالح الوطن العربي والأمن القومي العربي. أكيد. وفي ظل برضو يعني الدول المحيطة بمصر والمنطقة من تفتيت وتجزئة، يعني حينما حلت الفوضى وكما أسموها وكانت ثورة فأصبحت فوضى، وكلنا نعلم الآن من خلال المعلومات المسربة وغير المسربة والوثائق أصبحت أنه كل ما حدث كان مخططا له وبدقة، والنتيجة الآن يعني حتى الدول التي خططت لهذا يعني تنعي حظها لأنها لم تصل في كل الحالات إلى ما وصلت لي، وبالتالي تضربت المصالح الآن صحيح داخل الوضع الإقليمي، فأصبح لدينا بؤر ملتهبة و بين أطراف متحاربة، وهناك أطراف تقف لتأخذ من هذا الفتات جانبا وتنمي مصالحها وتحاول كسب أكثر مما يمكن. وأطراف يعني ليس من مصلحتها أن تظل مصر كما هي في هذه وسط هذه المنطقة موحدة أو مستقرة بأي شكل. في كل الحالات يعني ثقي تماما أنه يعني الوضع في ليبيا، الوضع في اليمن، الوضع سوريا. في سوريا كلها يعني معارك ومصالح مختلفة وكل يغني على ليلى، بؤر يعني طبعا ملتهبة بتحيط بنا. طيب اسمح لنا دكتور عبد الحميد نتوقف صغيرا يعني للتعرف على موجز الأهم وآخر الأنباء، نتوقف قليلا مع حضرتك ثم نعود لنستكمل حوارنا. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء مع محمد شعبان ثم نعود لاستكمال حوارنا، فكونوا معنا. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، كنا بنتكلم في حوارنا عن دور التلاحم والوحدة والتماسك ما بين الشعب المصري لمواجهة العمليات الإرهابية، وأيضا الأفكار اللي بيتم نشرها أو غرسها في نفوس البعض وبالتالي بتؤدي إلى هذه العمليات وقيام البعض بهذه العمليات الإرهابية. نجدد الترحيب بالدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم. أهلا بحضرتك دكتور عبد الحميد. عايزين نتكلم دلوقتي عن دور المجتمع بأفراده وفئاته ومؤسساته المختلفة في الوقوف في وجه هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب. وخلينا نبتدي بقى برضو بالإعلام، نتكلم عن الإعلام تحديدا، المطلوب من الإعلام إيه؟ بص حضرتك، احنا القضية الرئيسية اللي بنحارب بيه يعني وقت معركة حالية، يعني بقدر ما هي قضية وجود المجتمع واستمراره، هي قضية وعي. صحيح. يعني أن يكون المواطن المصري فاهما وواعيا مدركا بحقيقة قضاياه ومشاكله، بخطورة الوضع الذي يمر به، أكيد هيبقى في تعامل أفضل. صح. وسريع وناجز مع ما يحدث. خلينا نقول انه مش بس الاعلام، لا، جميع مؤسسات المجتمع المدني والاجهزه التي تتبع الدوله عليها واجبات يجب ان تتم بمنتهى الدقه، ولسنا في مرحله خيارات، فليس امامنا وقت على الاطلاق، لكن عمل جاد ودقيق ولا يترك فرصة للانتهازيين أو من يستغلون هذه الفرص. الإعلام وهو له دور كبير في تشكيل وعي الأمة. صحيح. وفي قيادة وتشكيل الرأي العام في أي مجتمع من المجتمعات. عليه أن يكون مهنيا أكثر مما هو عليه الآن، حياديا وموضوعيا. نقول حيادي يعني لا يعني أن نقف على الحياد في المسائل الوطنية، فليس هذا هو المعنى طبعا، ولكن أنا بتحدث حول يعني جملة الموضوعات التي تدخل في نطاق إحداث الفهم أو إحداث الإدراك الذي ننشده ورفع هذا الوعي بالنسبة للمجتمع. يعني مزيد من الشفافية والوضوح وملاحقة الأحداث، لكن نحتاج إلى مزيد من التوضيح والفهم الدقيق لأبعاد هذه الأحداث من متخصصين ومتخصصين بجد، يعني تحضير جيد، لأنه بغض النظر عن إذا كانت أصبح يعني الإعلاميين والخبراء مسألة مهنية، يعني في النهاية عمل يرتزق منه، ولكن يجب أن يكون الدور الأكبر والهم الأكبر برغم من أنه عمل احترافي، أنه عمل وطني طبعا في المقام الأول. فوق هذا وقبل هذا لابد أن تكون لدينا رؤية، ماذا يجب علينا أن نقدمه للمجتمع، مغزى الرسالة الإعلامية أو الهدف لازم منها. نعم. موضوع الرسالة تكون مستمرة وما هياش على فترات. صحيح. يعني إحنا المشكلة إن إحنا ممكن نتحدث عن هذا الموضوع يوم أو اثنين أو ثلاثة، ولكن تفطر الهمم وتبدأ الموضوعات الأخرى. لا، لابد أن يكون تشكيل الوعي المصري، وعي المواطن. نعم. المصري جزء هام على طبعا ويكون يعني كمان توجه أعمال توجه استراتيجي مستمر استراتيجي. وعلى قدر زي ما حضرتك قلت خطورة وأهمية هذه الرسالة الإعلامية تكون أيضا المسؤولية بالزبط. في نقل هذه الرسالة. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم. شكرا جزيلا لحضرتك. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام متواصلين في هذا الصباح، فقرة وحوارات أخرى بعد الفاصل.